حكم جمعة الأهل المختلطة هل هي داخلة في قولة إياكم الدخول على النساء؟ لا، الدخول على النساء هي يعني في حال الخلوة، أما إذا كان جمعة أم موجودة، أخت موجودة، زوجته موجودة، خالته، عمته، يعني محارمه، أو أخوه موجود أو أبوه موجود، يعني القصد أنه ما في خلوة، فهذا لا بأس به، بشرط التزام الحجاب بالنسبة للنساء الموجودة، التزام الأدب بين الأطراف، يعني ما قاعد يتغشمر مع زوجة أخوه مثلا أو بنت عمه أو بنت خاله، غشمره وضحك يطيح الميانة يعني وكذا، النظر يحفظ نظره، لأن هذه ممكن غدا أن يتزوجها، يحفظ نظره عنها، يحفظ، لكن السلام بأدب بكذا، كيف الحال، شلونك، شلونكم طيبين، وينطلق، ما بأس بهذا إن شاء الله تعالى، لكن لا يطيل الجلوس مع النساء من غير محارمه.